تحت الجرفه جزاء ما فيش فيها تحت. اتفضل كابتن. ركله الجزاء تاكدت بعد ما تاكد ابراهيم نور الدين من مساعدين في الفيديو واعطى نقطه صفراء للاخر والمره دي القائد وليس عمر السعيد اللي كان سجل ركله الجزاء الاولى للبونه اللي ادرك بها التعادل. هو اللي هينفذ ركله الجزاء والبونه تكون قلب الموازين وقلب الامور على كليوباترا. نور السيد وجوه الجول وجوه الجول والله يعني عامر لكن من قوه الجول من الجول